نرحب بقى بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، منورنا يا كابتن. تحياتي لكابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علي مهوب، اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. نور كابتن. الله يخليك. مبروك كابتن ايمن للنادي الاهلي النهارده على المباراه، مبروك لفريق كره اليد. وحاجه مهمه عاوز اقولها كابتن ايمن، النجاح يا كابتن شريف لا ياتي بالصدفه. نجاح بيجي نتيجه التعب، الجهد، تفكير، الاداره، فكل هذه الامور بتيجي في الاخر خالص بيجي النجاح. فطبعا بنشكر طبعا اداره مجلس النادي الاهلي النهارده برئاسه كابتن محمود الخطيب على النجاحات اللي هي في الفتره اللي فاتت، خاصه في ملوك الصالات، والنهارده الاداء النهارده والنتيجه النهارده كان اداء كويس جدا بالنسبه للفريق.